نصيحة مهمة بتوفر عليك مئات الدولارات عند حجز فندق مع أطفال. احضر الفيديو للآخر وما تنسى تعمل شير لأي شخص عنده أطفال. دخلت بوكينج وبحثت غرفة لشخصين في فنادق ميلان واخترت فندق بسعر 433 دولار لثلاث ليالي. كانت مساحتها 19 متر مربع، ولكن لما ضفت بنتي اللي عمرها سنة ونص صار سعر أرخص غرفة 876 دولار بمساحة 30 متر مربع، وبطل الموقع يعرض علي الغرفة اللي لقيتها قبل. رجعت وبحثت عن غرفة لشخصين فقط من غير أطفال، ورجع الموقع عرض علي الغرفة اللي ب 433 دولار، فحجزتها بدون أطفال، وهذا اللي صار لما وصلت الفندق. وصلنا الفندق وبنفس السعر أعطوني هاي الغرفة اللي هي كانت ب 800، يعني الدبل. هاي الغرفة هي 30 متر، شايفين الحمام، وهاي هي الغرفة، وهذا تخت، وهذا تخت مجوز، وحطوا لنا تخت لسارة وغاد تطلع على باتيو. فنصيحتي هي كالتالي: ابحث بدون أطفال، بعدين ضيف الأطفال. إذا زاد السعر فاحجز بدون أطفال وروح على الفندق، وهناك بتشوف إذا لازم تضيف السعر لأنه معك أطفال.